تحية طيبة يا جماعة، عاملين ايه؟ آخر حاجة بالنسبة للوعي والتحرك مع الناس ومع التغير من صعود الأرض، احنا نعمل تكنيك يعكس العواطف اللي هي عاملة دراما من 13 14 ألف سنة. هنعمل تكنيك من الكثارة هيعكس البعد الثاني المسؤول عن الماء، اللي هو العواطف، اللي هو المخزن في العقل الباطن، بحيث ان كل ده ريفرس يطلع على السطح، الناس تشوفه تعكسه بالعقل. فانت هتعمل ده عاطفيا عقليا منتل، وهتعمله كتكنيك في الماده، في الجسم بتاعك. انت هتمشي التيار في العقل المادي، بحيث انك هتعمل شيفت للطاقه كلها. هنستخدم المهارك سيل، واخد بالك؟ ده برضو انت بيخليك تعمل محاذاه مع الارض، عشان البعد الثامن اللي هو المناد اصبح في محاذاه معاه، انه احنا الارض كلها تطلع لفوق كاحتمال، ماشي؟ يعني في بعد رابع خامس سادس سابع ثامن، زي ما كنا ماشيين في الخلل الخارجي، وفي الاحتمال اللي هنرجع للخلف للقرورة. بس كل ده لازم يبقى فيه شيفت الاول. يعني انا يعني مش انا الرسالة جاية ان انا اجمع كل الناس بدون حكم على حد، اي حد اجمع، مش يونيتي، مش واحد، لا، اجمع الكل، ماشي؟ اعمل مساحة لكل واحد يعبر بدون اذى للناس، ماشي؟ يكون موجود بوعيه بكل شيء بغض النظر ايه فكره، ماشي؟ لا بس يعني ايه فكره، ان ما يحددش انا رايح جنة ولا رايح نار. ابعد بس عن المحتويات دي. انت جاي فاهم انك بتغير العواطف السيئة، وانت كده بتساعد نفسك، هتساعد الارض، وهتساعد انها يبقى في بول شيفت، يعني محاذاه مع القطب الجديد. انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات. فهنعمل تكنيك، وهنعمل يعني انا هاخد مساحه للكل، ان الكل يتفرج ويسمع. احنا هنحكي حكمه، سوري على النور الاحمر، هنحكي حكمه. جميل. التكنيك للناس اللي ما تعرفش يعني ايه مهارك سيل، تبص على تسمع بس كده وتاخد خطوات، وانا بعد كده بقول لكم يعني ايه الخطوه السريعه اللي احنا هنعمله، وانا هحكي التكنيك، ماشي؟ هحكي التكنيك. عايزك تفهم ان الهدوء مهم للالهام. يعني عارف ان توجهات كتيره جدا، وعارف ان في قلق، وعارف ان في لخبطه، ومش عارف الصح من الغلط، وعارف يعني ليه انتوا، هو الاكل ليه والشر ليه والكلام ده ليه. لكن اعرف ان النور موجود، والظلام اصله نور. الكل يفعل ما يحبه، الظلام يحب هذا، النور يحب هذا، وانت بتميز وبتختار، الا اختار او اختار الحياد وسط الاثنين، شوف حل وسط. وده الهام، مش بعقلك التحليلي، ماشي؟ مش بمخك اللي انت بتاع الشخصيه اللي انت بتفكر بيه، ده الهام. ومش غلط انك تحب تفكر
كذكاء في اختراع في شغلك طبيعي، ده شغلك، بس دايما تضع الروح كنظام يعني كإلهام ليك يخليك تمشي في شغلك. يعني انت لو سمعت الإلهام، اصل الإلهام ده جاي من انت في المستقبل، وعيك لف الدايرة كلها، لف 360 درجة، ماضي مستقبل كله 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 كله، واخد بالك؟ ففي الاحتمال اللي انت داخل عليه دوت ليه حل فوق في المستقبل، فانت بتستدعيه، ده كله ده اسمه نفسك العليا، واخد بالك؟ عقلك الكوانتم اللي قاعد في الارض دلوقتي اللي انت بتكلمني منه وبكلمك منه، ده اسمه الشخصية او الايجو او العقل البشري، خلاص؟ وبعدين في حتة من الدماغ اسمها العقل الاعلى، او القطعة اللي بتفتح توصلك لكل الابعاد العليا، اللي هي بقى نفسك الكبيرة، التفرد الاول، الانسان الاول، وبعدين الى ما لا نهاية، الى المصدر، والمصدر مصدر ورا مصدر ورا مصدر ورا مصدر، الكل مصدر. فانت مش هتلاقي واحد ماشي هو قرر ان هو يكون ما لا نهايه موجود، واخد بالك؟ وكمان انا عايزك تحط في دماغك انك قادر، بغض النظر بقى عن توجهات اللي انت تسمعها في الحكمه القديمه عن هيرمز او إينوك او ادريس او نوح او موسى او محمد او جاست فلو، ما تغرقش، اعرف، ما يكونش رد فعل ولا حكم، اعرف. المعرفه هتتقلب لتمييز وانت ما تستعجلش. حتى القران قال لك بطبيعه ان انا جاي في الاسلام، لا تعجل بالقران، والقران يعني ما تقراش اللي جاي، ما 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 تروحش بعيد، ما تدناش تبحث، اللي جاي لك خده. وكمان لو عندك الهام ها من ربك الاعلى بقى في القران، او المسيح ها، او الاله اللي جوه اللي بيكلمك الصوت الداخلي ده، انت عرفت احسن الاختيارات ايه، وبتستمتع بحياتك، وعارف ان الاختيار ده جاي من جواك مش جاي من دماغك، عشان ما ترجعش انك ذنب ومش عارف ايه. حتى لو انت ما عرفتش تختار من نفسك نفسك العليا ماشي، عقود الذنب وانك راح في داهيه وانك اي نعم كل حاجه ليها رد فعل، بس تعرف انك انت اللي خالق الكلام ده، تعرف ان انت اللي تسببت في كده. يعني ده تفكير منطقي بقى بالعقل الاول بتاعنا، انت مش شايف السبب دلوقتي بس ممكن تعرفه من جوه، ده انت اخترت اكيد في نتيجه وعملتها، فالنتيجه دي زي الميه، خبطت الميه ليها اسمه ايه، ليها رنين، موجات، في نتيجه وبتخبط وفي تقاطع وفي مش عارف ايه وايه الى ما لا نهايه. كمان الفكره لما قالوا الكلام دوت هيبقى لازم له بس مباشر، لما قالوا زواحف والدراكون، ولما قلنا ان الكلمه الفكره الفايبريشن الصوت الاول، فكل كائن حتى انا فكره لها موفمنت، بنعملها اكسباند يعني بنجسدها، سواء في الماده او غير الماده. وهو هتفتكر ان الماده مش مهمه، ما ينفعش، ما كناش عرفنا في الواقع اللي احنا فيه، انا بكلم بمنطق دلوقتي محمد حسن، ما كناش عرفنا في اللي احنا فيه ان في حاجه اسمها جسم ممكن يتحول الى نور. حتى سمعنا في الاساطير كده ان الكرامات ان ممكن يتحولوا لنور ومش لاقيينه، او بيظهر في حتتين تانيين، او في ابواب زمنيه، بس كل ده
انت شايفه هنا ماشي هتقول خيال، الخيال حقيقة. اصل انت نازل بالكمية دي، انت نازل بكمية الخيال دي، حتى انت نازل، مش عايز ادخلك في الحتة دي عشان دي مصيبة لو انا قلتها. مش هقولها. الخيال اهتم بيه وغض البصر مهم. الفيديوهات القديمة بتاعتي سهلة يعني، ممكن انا مش بتاع هرمس ولا بتاع السبق، ولا بحدد انماط، ولا بحدد ايه نقل الايه، ولا السما الاولى السما الثالثة السما الرابعة السما الخامسة. انت بتعمل ايه؟ انت هنا عشان تعيش، وانت شايف ان في عذاب وقلة ادب ورد فعل، انت تعيش ازاي؟ هتعيش اللحظة هادي مستمتع، احاول اعرف السبب، واذا عرف السبب وطلع عجب سلام عليكم وعليكم السلام، ايه اللي جاي؟ انا محايد، انا راجل محايد. حتى لو كان اختياراتي فيها مرة شرب هنا، مرة تجربة ناحية دي، مرة بوست هنا، شربت الناحية دي، ادمنت حاجة معينة، طز، اسمه تجربة، اسمه تجربة. اي نعم في رد فعل لكل شيء، بس اسمه تجربة. كل ما فهمنا ماشي ان احنا طاقة وترددات، انا اقدر اعمل تغلب على اللي ما يسمى الألم. ماشي، يعني انا لو عدت مر الألم بنية التردد، بنية ان خلاص يلا ها كل مرة امنت، امنت العقل الباطن امن، اذا انت في السليم هنا. خلاص انا همشي عشان في عيلكم، باي يا جماعة، عايزكم.